شهد الفريق ركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية صباح اليوم حفل تخريج دورة بقوة الأمن الخاصة. ولدى وصول معاليه إلى ميدان التدريب كان في استقباله رئيس الأمن العام وقائد قوة الأمن الخاصة، وقد بدأ الاحتفال بكلمة لقائد قوة الأمن الخاصة رحب فيها بمعالي وزير الداخلية، وقدم شرحا لبرنامج الدورة التي تمثلت في التدريب على المهام القتالية والرماية بأنواعها المختلفة ومكافحة العنف. ثم بدأ التمرين، حيث قام الخريجون بأداء التطبيقات الأمنية المختلفة بالإضافة إلى عدد من المهارات العملية التي أظهرت كفاءتهم العالية، مجسدين مستوى التدريب الذي تلقوه وما وصلوا إليه من جاهزية عالية لأداء الواجبات. وبهذه المناسبة أشاد معالي الوزير بتضحيات وكفاءة رجال الشرطة، والتي هي محل تقدير وافتخار من قبل الجميع لتأديتهم الواجبات المناطة بهم من منطلق مسؤولياتهم في حفظ الأمن من خلال تطبيق القانون وفرض النظام العام، مذكرا إياهم بأن المسؤولية الأمنية تعتبر واجبا وطنيا لأنها تعنى بحماية أرواح الناس وصون الممتلكات، وهو ما يتطلب التفاني والإخلاص لأداء الواجب وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. ويستطيع من خلالها الفرد الرماية للأسفل. الآن تقدم الأقسام بالآليات المسلحة الكوبرا وآليات الهامر لعزل وتطويق القرية وإغلاق أفراد مهارة تعبوية عالية أثناء الاقتحام واستخدام الإشارات للحرب. بعد ذلك قام معالي وزير الداخلية بتكريم أوائل المشاركين في الدورة وهنأهم على النتائج الطيبة التي حققوها بما ينعكس على أدائهم في تعزيز الأمن، متمنيا لهم التوفيق والنجاح لخدمة الوطن.